فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجل يعمل صيدلي في مستشفى حكومي يا شيخ، وإذا احتاج أهله بعض الأدوية يحضرها لهم بدون وصفة طبية، فعله هذا يا شيخ هذا خيانة للأمانة، لا يجوز. هو ما هو في بيت أهله يأخذ ما يشاء، هذا ما مال العام، الحق فيه لجميع الناس، فكونه يعني في هذه الموضع أو كونه في هذا المكان لا يسوغ له أن يأخذ ما يشاء، لكن مثلاً يجب أن يأخذه وفق النظام المتبع. يأتي بالمريض، وإذا كان المريض معروف عند الطبيب فالأمر يعني عارف حالته، واثق بأنه حالته تحتاج مثل هذا فصرف له الدواء، الأمر سهل. لكن أن يأخذ فقط دون وصفة طبية ودون إذن من الجهات ذات الاختصاص ويميزه، هذا من الخيانة. يعني إذن يا شيخ كونه مستشفى حكومي والعلاج فيه والأدوية فيه مجانا وهذا أهله يحتاجون، هذا ليس مسوغا. لا، ما هو مسوغ، لأنه هذا الصرف وفق آلية معينة ينبغي مراعاتها والمحافظة عليها. أحسن الله إليكم شيخ. حتى نكون الأقرب إليكم، تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.